Rasa takut dan panik menyelimuti warga Gaza di tengah gempuran serangan udara militer Israel yang ditujukan kepada Hamas. Kengerian serangan yang memanas di antara dua kubu membuat Omah Tahir, ibu 6 anak asal Gaza, kebingungan dan putus asa. Omah mencari tempat perlindungan untuk keluarga dan anak-anaknya. الليله اللي فاتت كانت من اصعب الليالي اللي مرت علينا كلنا في البرج. قصفوا كل المناطق اللي حوالينا واطفالي اتزلزلوا تزلزل والنت مقطوع والكهرب مقطوع. انا مش عارفه ان البرج اخلى، مش عارفه ان الناس طلعت وقاعدين لغايه الساعه 1 في الليل واحنا ننط وننزل ننط وننزل. قصف من هان وقصف من هان وازاز باب شقتي اتخلع، باب البلكونه اتخلع، الازاز الشبابيك الارض اتخلعت، كل شيء اتخلع في البيت. اولادي الله من فوق نجاهم بمعجزه نجاهم. قعدنا بالطرقات وين للساعه 1:30 لما لقينا الاسعاف اجى اخذنا. اتزلزلنا تزلزل اطفالي، ايش ذنبهم انا؟ اولادي ايش ذنبهم؟ ايش ذنبهم انا؟ وين الناس؟ وين الضمير؟ وين الانسانيه؟ سيبك من الاسلام، سيبك من المسيحيه، سيبك من اليهوديه، وين الانسانيه يا رب؟ Sejumlah warga mencari tempat perlindungan di rumah sakit, terutama di rumah sakit Al-Shifa di Gaza, dengan harapan dapat terlindungi dari serangan udara. أكثر أمن بالنسبة لنفسنا يعني المستشفى يعني الإسرائيلي يعني حتبتعد عن ضربه نهائياً. سمعنا هي ضربت مراكز هو تابع الأنروا، فكان هذا المكان قد يكون خيار أفضل، ولو إنه العلم عند الله إيش بيصير بعد هيك. أما مقومات الحياة بالنسبة للناس هان صعبة جداً، وما فيش إمكانية، فيش فسيلات، فيش تسهيلات. أصلاً هذا المكان مش مهيئ للإيواء. إحنا الناس جاية رمت حالة على الشفا خايفة من شيء ما تحت القصف. أنا واحد من الناس غادر غدرت، وين أروح بعرفش، ما لقيتش إلا الشفا جاي. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sedikitnya 687 warga Palestina telah terbunuh dan 3.726 korban lain terluka dalam serangan udara Israel sejak Sabtu lalu.